أسعدتم مساء وفكرة وأدبا وشعرا ونغما وعطرا. مساء الخير. ذات زمن غابر منذ أكثر من 2000 سنة حمل ذات زمن غابر مش منيح هذا ذات زمن غابر منذ أكثر من 2000 سنة حمل الفيلسوف اليوناني الحكيم ديوجين مصباحه مضاء وراح يتجول به نهارا بحثا عن رجل شريف محترم فاضل أمين صادق مخلص متواضع. عليكم السلام. أهلا بالشيخ. وذات زمن مماثل في قدمه نزل العالم اليوناني أرخميدس في الماء ليستحم، فارتفع الماء وفاض، فخرج أرخميدس إلى الشارع صارخا يوريكا يوريكا، أي وجدتها وجدتها. وكانت نظريته المشهورة حول الطفو ومعادلة حجم الجسم ووزنه لحجم الماء الفائض الذي يغمس فيه. وها أنت يا صديقي يا كامل محمود بزي أيها الباحث المجد، وبعد 2000 من السنين ونيف زاوجت بين ديوجين وأرخميدس، فحملت مصباحك المضاء ليل نهار منقبا بين زوايا ذاكرة متشظية وحنايا غربة ثقيلة الوطأ. فهل تراك عثرت على بغيتك؟ وهل ما ضمنته دفتي كتابك الموسوعي أقلام مهجرية يعبر عن صرختك الحرة وجدتها وجدتها؟ ويا صديقي، في زمن باتت فيه الثقافة ثرفا لا يبتغى وصارت المادة الغاية والمشتهى، حافظت على طيبة الفلاحين وجدهم، وآثرت الالتصاق بحفيف أوراق الكتب مبتعدا عن زخرفة الحداثة المصطنعة وزيفها المخادع. كأنك يا صاحبي لم تغادر بنت جبيل، أو كأنها بنت جبيل لم تغادر، بل كأنك اصطحبتها معك بأزقتها وحواريها وبيوتها القديمة، وفرشتها حيث تكون سجادة صلاة أو عرزال ثقافة. لست الآن يا صاحبي في معرض المحاكمة، ولست بصدد التقريض للجهد الذي بذلته، ولكن يكفيك فخرا أنك جاهدت لتصل إلى مبتغاك، فإن أصبت فلك أجران، وإن شكشف إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن لم تصب فلك أجر المحاولة. وقد يكون أهم ما في بحثك هو إصرارك على الوصول، وقد وصلت. ترى هل كان للأسماء 30 الذين نقبت في إرثهم الأدبي أن تجد من يعلن عنهم ويدون ما خططه أقلامهم لولا ما بذلته من جهد مشكور؟ أم أن صحائف النسيان كانت ستلتهم أسماءهم وكتاباتهم فيغلفهم الزمن الكاذب؟ قبل 100 عام
وعلى بعد أقل من ساعتين بالطائرة من هنا اجتمع 10 أدباء لبنانيون وسوريون في نيويورك، من بينهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي، وأسسوا الرابطة القلمية. وجاء بعدهم بعشر سنوات 15 أديبا اجتمعوا في سان باولو بالبرازيل، من بينهم الشاعر القروي وفوز المعلوف، وأسسوا العصبة الأندلسية. فهل سنشهد مع خروج أقلام مهجرية إلى النور ولادة رابطة قلمية أو عصبة أندلسية جديدة في هذه المنطقة من العالم؟ هي دعوة يا صديقي لك ولكل من يجد في نفسه قدرة على البحث والتنقيب والتدوين أن يفعل ذلك، أن يبحث وينقب ويدون. فالذاكرة لا تحفظ طويلا، وسرعان ما تندثر مع زوال أصحابها، وحرام لتراثنا الفكري والثقافي أن يزول. ولنتذكر جيدا أنه ما من شيء حفظ اللغة العربية بل جميع لغات العالم والأدب العربي بل الأدب العالمي بأسره سوى التدوين. ولنتذكر جيدا أن الذاكرة خوانة ولكن القلم لا يخون. أيها الحفل الكريم، رحبوا معي بالباحث الأديب الأستاذ كامل محمود بزر.